اسمي فاطمة يوسف أكبر علي رضا. بعدين إن شاء الله لما تتمشين وتشوفين فاميلي روم بتشوفين صورة الوالد، هو هاي بيته، وهو وايد كان عنده فكر بايونير مثل ما نقول بالإنجليزي. بالنسبة لي والدي كل شيء في الدنيا، فبقيت أحافظ على اسمه وبقيت أحافظ على البيت. أولاً لأن إحنا ما عندنا الفاسيليتي مال تيك أواي، عندنا فاين داينينج. تاريخ 3 كان وايد يعني مشروع وايد زين مع الحدائق اللي في البحرين، كان العشاء الجالا دينر هني طبعاً تكنسل، 3-4 عروس تكنسلوا، فوايد تأثرنا. التمكين حتى لو ما كان المبلغ يعني مثلا ساعدنا في السلري ان قعدوا، ما قدرت اعطيهم كامل السلري لان المبلغ ما كان، وانا ما كان عندي، لان تعرفين مثل ما قلت لك خذيت قروض وكذي، بس معنويا وايد حسيت ان انا مو بروحي، ان في ناس قاعد يفكرون فينا، حكومتنا تفكر فينا، فهاي حسيت ان هاي كان أحلى شيء يزيد معنوياتك، لأن إذا معنوياتك صارت أحسن تفكرين أحسن، تبين تبدعين أكثر، تبين تحصلين مخرج. دائماً أقول أن الواحد لازم يسوي أحسن شيء يقدر، do your best، وبعدين الفلوس بتي.